إذن ولما بعد الحرب طرح تل أبيب خطة أمنية جديدة بشأن قطاع غزة، نقلها رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وفقا لهيئة البث الإسرائيلية. المخطط مشاهدينا يقضي بإقامة منطقة آمنة عميقة داخل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وتولي القوات الإسرائيلية مهمة مسؤولية المراقبة فيه. دراسة الفكرة بحسب مسؤول إسرائيلي لم تسميه رويترز لا تزال مستمرة وعمقها لم يحدد بعد، فيما أشار المسؤول إلى أنه قد يصل إلى كيلومتر أو كيلومترين أو مئات الأمتار داخل غزة. هذه الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك، يقول مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للسياسة الخارجية أوفير فولك، وتقوم على ثلاثة مستويات تشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع على حد وصفه. ويرى مراقبون أن فكرة المنطقة العازلة في غزة تشبه تلك التي أقامتها إسرائيل جنوب لبنان عام 2000 بعد سنوات من القتال مع حزب الله، وكانت بعمق 15 كيلومتر. وبحسب مصدر أمني كبير لم تسمه رويترز، الهدف من هذه المنطقة أو هنا بحسب ما نتابع على هذه الجهة، هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالا إلى الجنوب لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين.